للطروحات الحكومية، الحكومة تمتلك عدد من الشركات أو المصانع أو المؤسسات. جزء من خطة الإصلاح الاقتصادي إن ما تبقاش الملكية بالكامل للدولة أو للحكومة. وفق إصلاح الاقتصادي، البرنامج اللي حكومتنا مضته مع صندوق النقد الدولي، واللي على أساسه صندوق النقد الدولي وافق على قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر. مصر خدت 10 مليار دولار لحد الآن وباقي 2 مليار. طيب، جزء من الخطة دي إن الحكومة عندها 34 شركة هتطرح جزء منها في البورصة، حصص يعني. تم تأجيل هذا الطرح عدة مرات، كان السوق غير مناسب. لكن غدا الحكومة هتطرح 5 شركات من حزمة من الشركات هتطرحها في البورصة. الحكومة لا تطرح كامل أسهم الشركة، الحكومة لا تطرح كامل المصنع أو كامل أسهم الشركة، ده بتطرح جزء منه يا اخوانا. بتطرح جزء. غدا مثلا هيطرحوا الآتي: الشرقية للدخان، الإسكندرية لتداول الحاويات، مصر الجديدة للإسكان، الإسكندرية للزيوت أموك، وأبو قير للأسمدة. والبداية بالشرقية للدخان. معايا على التليفون الخبير الاقتصادي أستاذ إيهاب سعيد. مساء الفل أستاذ إيهاب. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. هل كده أصبح المناخ في البورصة مواتيا لأن الحكومة تبدأ طرح جزء أو حصص من شركاتها ومصالحها داخل البورصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يمكن احنا قلنا أكتر من مرة إن الفرصة بالنسبة للحكومة تحديدا مواتية في جميع الأوقات على خلاف القطاع الخاص، على اعتبار إن البورصة خلال الفترة اللي فاتت لم تشهد أي طروحات حكومية لمدة حوالي 14 سنة، يعني من 2005 ديسمبر 2005 المصرية للاتصالات لم تطرح شركة حكومية واحدة في البورصة. وعلى هذا فأي شركة الحكومة هتعلن بس إنها هتطرحها أوتوماتيك هتلاقي طلب كبير جدا، سواء من المستثمرين القدامى اللي كانوا موجودين في البورصة وخرجوا على مدار السنين اللي فاتت، أو حتى من المستثمرين الأجانب اللي يعني متعطشين جدا للطروحات الحكومية، بعكس شركات القطاع الخاص اللي يمكن مع الطروحات الأخيرة لما نزلت بعض الشركات ويعني أسعارها انخفضت في بداية التعاملات أقل من سعر الاكتتاب، ده عمل نوع من يعني الوقفة شوية عند المتعاملين، وأصبح هناك تشكك من أي طروحات من القطاع الخاص، ودي هتاخد فترة علشان يعني تنسى من جانب المتعاملين. أما الحكومة فزي ما قلت لحضرتك، البورصة في جميع الأوقات قادرة على استيعاب أي طرح حكومي نتيجة لحالة التعطش اللي موجودة. شريطة طبعا أنه يكون هناك تسعير جيد، أو يكون هناك مراعاة للتسعير، وما يبقاش فيه عملية زي ما حضرتك عارف الأيادي المرتعشة، وأنا ليه أنزل السهم ال 18، لا أنا أنزله ب 20 عشان ما حدش يقول إن إحنا يعني فساد ومش فساد، فتبقى هنا مشكلة إن الطرح ما يتغطاش أو إن ما يبقاش فيه إقبال كبير. ودي نقطة إحنا يعني أو ناقوس خطر بنأكد عليه دوما، إن لازم يكون التسعير جيد ويكون فيه فرصة للمكتتب انه يحقق ارباح، لان الحكومه لن تطرح شركه واحده ولكنها هتطرح مجموعه شركات كثيره جدا، ويعنيها بالاساس النجاح اول طرح تحديدا، وانه يلقى تغطيه كبيره. طبعا احنا ما بنتكلمش على الطروحات الجديده اللي هي الخمس طروحات الشركات اللي هي منهم الشرقيه للدخان وما الى ذلك، احنا بنتكلم على الطروحات الكبيره اللي هي لم تكن موجوده في البورصه اساسا، لان الطروحات اللي هي عباره عن زيادات حصص في البورصه دي اتصور ان المكتتب بتاعها موجود وهم الملاك الاساسيين اللي موجودين في الشركه، لكن الطروحات الجديده هي اللي هيكون عليها العين وهتكون هي الاختبار الاهم بالنسبه لبقيه البرنامج ان شاء الله. الموعد الثاني للطروحات الثانيه محدد ولا لسه حسب تقييم المرحله الاولى للطروحات؟ للاسف هو حتى المرحله الاولى اتاجلت اكثر من مره، يعني في اكثر من مره على مدار الفتره اللي فاتت كانت الحكومة يعني بتنتوي الطرح ثم نفاجئ بتأجيل مرة واثنين وثلاثة بدعوى ان السوق غير مناسب او ان السوق متراجع. ولذلك زي ما قلت لحضرتك احنا بنقول وبنؤكد على ان البورصة تقدر في اي وقت تستوعب وتتقبل طروحات حكومية لانها بتجيب سيولة من الخارج، بعكس القطاع الخاص اللي بيقتصر الاكتتاب فيه
في الغالب الأعم والأشمل على الموجودين في السوق، وبالتالي بيبقى بيمتص من السيولة اللي موجودة بعكس الطرح الحكومي اللي بيجيب لنا سيولة خارجية وهو ما يحتاجها السوق بالفعل في الوقت الحالي. فنتمنى أن الحكومة تسارع خلال العام الحالي لطرح أكتر من شركة، لأن ده هيدي مصداقية أكبر وهيدي عمق أكبر للسوق، ويعوض الشركات اللي بتخرج أو الشركات اللي بتشطب خلال الفترة الحالية أو حتى. هل تتوقع إقبال من حاملي الأسهم على الطروحات الخمس؟ زي ما قلت لحضرتك دي هتبقى في الطروحات الخمس اللي هي زيادات الحصص، هتكون من ملاك الشركة الأصليين أو اللي موجودين في الشركة، هم اللي هيكونوا مهتمين ان هم يزودوا حصتهم في هذه الشركات بعكس الطرح الجديد. الطرح الجديد هو اللي هيلقى اقبال غير عادي من كل الفئات سواء برا او جوه، لكن ده في الغالب بما ان الشركه مدرجه في البورصه اللي هم الطروحات الاولانيه اللي هي الخمسه، غالبا هيكون طبعا الاهتمام مقتصر وممكن نلاقي التغطيه مش ضخمه قوي او مش كبيره. او اشكرك استاذ ايهاب سعيد الخبير الاقتصادي.